بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار عديدة حول ليبيا، منها The Libya Observer نشرت، والوكالة الليبية للأمام الشعبي، شحنة من المخدرات أوقفت أو دمرت في مصراتة، قفل أحد المختبرات التحليل في سوق الجمعة، رفض شحنة لب أو لب في زريعة، منطقة تقولها زريعة ومناطق تقولها شمينسة مصرية، رفضت في مساعد. المراقب المالي بأحد الملحقات الثقافية أوقف أو استدعاه النائب العام. يعني هذه أجواء المؤسسات وأجواء الدولة، يعني شيء يطمن. يعني العبث والاستهتار والإهمال هذه الأمور أو تأجيلها يتتفاقم هذه الأوضاع، شيء حقيقة يسر. يعني هكذا هي الدولة، حتى الناس تتعلم لما تتم هذه الأمور. مثلا مختبر التحليل هذا اللي أقفل في سوق الجمعة، الآن حيعطوه ليش أقفل، وبالتالي يصحح نفسه، يسمع به المختبر الثاني والثالث والرابع، فتصبح يعني يكون أكثر دقة ومهنية وحرص على المواطن. لا أدري أسباب القفلة أو تقريبا استخدام، نعم استخدام أدوات كذا لم تعد صالحة للاستعمال أو شيء من هالقبيل، لكن الأهم شيء مش السبب، أهم شيء أن هناك من يراقب وهناك من يدمر هذه الشحنة من المخدرات ويهتم بالمواطن، وهناك مراقب مالي حتى في ملحقية، لكنه عندما تأتي عنه التقارير يوقف بصرف النظر من هو وبصرف النظر في أي ملحقية. لكن هناك أيضا تعريجة أخرى سريعة، ليبيا أوبزيرفر وصحف كثيرة جدا نشرت الميزانية لهذه السنة، أن بلغ إنفاق الدولة الليبية 127.9 مليار دينار ليبي في عام 2022، بزيادة قدرها 42 مليار، مش مليون، خلاص مليون أصبح لا شيء، مليار دينار ليبي في عام 2021، زيادة 42 مليار زيادة على السنة الماضية. هذه حسب إحصائيات مصرف ليبيا المركزي. المقال يقول ليبيا state expenditure was Libyan dinar 127.9 billion in 2022, up Libyan dinar 42 billion on 2021. ليبيا هيرالد اكشوالي، ونشرتها ليبيا أوبزيرفر، والعالم كله تحدث عنها. ليست هذه النقطة بتاعي حقيقة، هذا المبلغ مرعب خيالي، أغلبها رواتب وأغلبها مش عارف انظر شنو. لابد الدولة تتغير، يعني لابد أن نتغير. 127 تقريبا 128 مليار، يعني 127.900 ألف مليار، يعني هلبة. ما ألمني جدا أخبار اليوم بنربطها بهذه الميزانية. أول حاجة، هناك أخبار مزعجة، أدوية الأورام، فيه نقص في أدوية الأورام، تمام. احتمال خبر آخر يقول في الصحف احتمال توقف العمليات في مستشفى طرابلس المركزي بسبب نقص أجهزة أو شيء من القبيل وكذا. فتونس تطرد المرضى الليبيين، كلينكس عيادات تونسية، خبر نشرته ذا ليبيا بزور، حنمر عليه بإذن الله ليلة، طردت مرضى بسبب أن الدولة لم تدفع داعي الله الأموال. يعني أخبار مزعجة جدا والله. هذه الميزانية وهذه الأخبار المزعجة تقول ما هي أولويات الدولة؟ يعني وين، يعني 127 مليار وما عندناش دواء أورام، ومش عارف يعني نقص، ربما عمليات في مستشفى طرابلس المركزي توقف بسبب نقص فلوس، قضية فلوس، يعني ما هيش قضية كبيرة، شراء أدوية، شراء أجهزة، لا أكثر ولا أقل. يعني أين أولويات الدولة؟ اقترحت في السابق ربما يعني أن يكون الأولوية كل سنة لمؤسسة، مثلا هذه السنة للصحة والتعليم، يضخوا لها أكبر، يصلحوا وضعها، يصلحوا وضع الصحة، ثم يصلحوا وضع التعليم، ثم يصلحوا مليارات الله يضخ، يعني حتى كل سنة تم التركيز على جهة معينة. لكن التطرطيش ذاك وخلاص، عشوائي، مصاريف هلبة ولا نرى شيء على الأرض، وهناك قضايا حساسة جدا كيف الصحة والأمراض، يعني شيء والله العظيم مؤلم.
هذا باب. ولذلك أقترح مرة أخرى وتانية مثلاً السنة يركز على التعليم والصحة يحلوا لهم جميع مشاكلهم. إن شاء الله ميزانية إضافية، أعطوا مرة لمؤسسة النفط ميزانية استثنائية، أعطوا للتعليم والصحة الآن عام عام كامل غرش تبية تعليم غرش تبية صحة. هذين أهم حاجتين، هذين عمود الفقري للدولة. وبعدين شوفوا الأولويات الأكثر كل سنة. لكن مرة تانية يعني أعطي هذا الميزانية طشة وهذا طشة وهذا طشة وما يقدروش يحلوا جميع المشاكل وكذا. لا أتحدث عن السرقة، هذا باستثناء أن هناك سرقة يوجد عدم تخطيط واضح جدا جدا. لا فيش تخطيط مهني عالي عميق يصلح حال هذه الجوانب، الصحة، التعليم، المواصلات، مش عارف الأمن الكذا. يعني هذه الميزانية ضخمة جدا جدا. يعني زرت أكثر من يعني كمواطن عندي مصالح هنا وهناك في الجوازات، عندي مصالح في البلدية، عندي مصالح في الضمان، عندي والله العظيم مرة تانية المباني حشمة كأنك خش الكهف، مظلمات، مكاتب قدم، إضاءة تعبانة، لامبة تشتغل ولامبة لا، ما فيش بساط على الأرض. يعني رواش ما ينحلنش ما يسكرنش. مؤسسة الدولة، المؤسسات الدولة حساسة جدا جدا. آخرها زرت جوازات في تجورة إحدى المباني، يعني أقسم بالله يحشم. يعني كيف معلش يسامحني المشاهد الكريم أكرر في نفس اللقطة، مواطن عنده 5 و6 عمارات ربنا يزيده من أروع ما يكون، 6 و7 و8 طوابق وروعة وجنينات، وتخش الشركة تلقاها ما شاء الله تنصب وتشعل وكذا، تخش الدكاكين المواطنين المطعمهم خيرنا نحن. ليش الدولة بهذه الميزانية وتحت الميزانية مؤسساتك ومقراتك وكذا أقسم بالله حشم اللي عمره ما تحشم. يعني وين ما فيش تخطيط بكل في حاجة لهالبلاد مكتوب عليها؟ يعني ليش يعني موظفينك هذوم الأمن الشرطة الجوازات البلدية التعليم الكذا هذوم متعينك حشمة في وجهك كدولة وتطلع في ميزانية كيف هذه؟ فلابد من تغيير الأولويات. ولابد يعني أنا أستغرب دولة ما عندهاش 5 6 10 عمارات جنينات ومواطن عنده 5 و6 عمارات ما شاء الله تحل العين المغمضة نقوله تمام. وبالتالي علينا أن نحدد أولوياتنا وبسرعة بسرعة بسرعة. أولا الصحة والتعليم، صحة والتعليم إن شاء الله يضخوا لها مليارات الله سبحانه وتعالى، مش قديش بيريح منهن، جزء بسيط مش مهم. ونحن يا ريت كل رئيس وزراء، يا ريت كل حكومة تجي انتقالية ولا مش انتقالية ولا اللي هو يدير لبنة يصلح جانب ويعدي ويجيب تاني يصلح جانب ثاني وهكذا تنهض المجتمع. والله أمر مؤلم. يعني مرضانا في تونس تلزم لأسباب وتعبانين جدا وبدوا يأجروا في حسب الخبر اللي جاء في ليبيا وبزربة بدوا يأجروا في بيوت تعبانة لا تدفئة لا هني فيها الصقع لا كذا وزاد الأمراض زادهم أمراض وعندهم أمراض قلب وعندهم أورام على فكرة وعندهم كذا حسب القرار. لابد أن ننتبه إلى بلادنا. يعني شنو هذه العملية؟ هذه شيء غريب والله أغرب من الخيال. هذين يا حقيقة خبرين مؤلمات. خبر جيد آسف بتاع القبضة هذه الأمنية، القبضة للمراقبة يعني تقلل من المشاكل في البلاد. والخبر الأورام وطرد الكذا أيضا يحتاج إلى انتباه الدولة بأكملها. فضيحة، كارثة تخش المكان، دولة بترولية من 1960 تخش المقرات حساسة كانك خش الكهف والله مكان مصر. فهذا لابد أن يحقق فيه أيضا هذا الأمر. وين مش عندها ميزانية كل وزارة وكل دولة وكل كذا. في المقال The أكاديمية نشرتها، The أكاديمية نشرت مقال، هو المقال الأصلي نشر في The Economist أصلا، لكن The Economist صعبة جدا تدخل عليها ودير ووقع وانظر شنو. كل مرة بتخش على مقال تبي لك تقرور إجراءات. نقلات الأكاديمية لما تحط عنوان المقال اللي جابتها الإيكونومست تحطه في الجوجل ربما بعض صحف أخرى تطبع فيه. فنشرات الأكاديمية ونشرات الإيكونومست شنو يقول؟ The world ahead 2023 بعد عامين من تشكيل أو تأثير وباء الكورونا، يتحدث عن المستقبل من 2022 ولا قدام، شنو المؤثرات العوامل اللي تؤثر على العالم بما فيه بلادنا بالتأكيد. دراسة كويسة لا بأس بها. يعني أخذت ما يمكن من النقاط الرئيسية أشارك بها المشاهد الكريم. يقول بعد عامين من تشكيل أو تأثير وباء الكورونا على المستقبل
وباء الكورونا وتأثيرها على العالم، جاءت الآن حرب أوكرانيا لتشكل حتى هي وتؤثر في المستقبل القريب. أربع جوانب يقول المقال اللي نشرته الإيكونومست في الأصل، أربع جوانب يجب التفكير فيها في عام 2023. رقم واحد، تأثير الصراعات، تأثير الصراعات في العالم. رقم اثنين، الكفاح من أجل السيطرة على التضخم، التضخم في العالم كله الآن inflation، يعني الأسعار في السماء في جميع أنحاء العالم. الفوضى رقم ثلاثة، هذه الجوانب اللي تؤثر على المستقبل القادم القريب، الفوضى في أسواق الطاقة رقم ثلاثة. رقم أربعة، الصين، الصين ومسارها بعد الوباء، لما تنتهي من الوباء ما هي مسارات الصين، خايفين من الصين، ذكروها أكثر من مرة، سأشارك بها هني. هذه الجوانب الرئيسية الأربعة التي يعتقد الكاتب المقال وهي قريبة إلى الواقع، حتى لو تشوفوا نشوفوا بروحنا نلقوه فعلا قريبة من الواقع، تأثير الصراعات. ثم هناك عشر نقاط أتى بها المقال، سواء لنشرات الأكاديمية من الإيكونومست، خذتها من الإيكونومست، أو لنشرات الإيكونومست مباشرة، يقول عشر محاور أو اتجاهات لعام 2023. يقول رقم واحد، كل الأنظار تتجه إلى أوكرانيا، حالات الركود تلوح في الأفق، الركود العام في العالم كله، المناخ من المؤثرات الخطيرة جدا جدا على فكرة، من أخطر المؤثرات المناخ، والمواطن الكريم يعرف لو ترتفع درجة حرارة الأرض للمتوسط، الثلوج متوسط درجة الحرارة، الثلوج في القطب الشمالي حتذوب، هيرتفع منسوب البحار والمحيطات، وحتغرق مدن وسواحل كثيرة في العالم جدا، وبالتالي ستحصل الهجرة في أواسط الدول، وهكذا حيكون في تغيير جغرافي، تغيير اقتصادي، تغيير عالم أهني. فتأثير المناخ مرعب العالم بأكمله. رقم خمسة، الصين، رقم أربعة المناخ، رقم خمسة الصين، خايفين منها، مارد متقدم وبهدوء وبصبر، مارد اقتصادي، يقول لك هذا سيكون، الصين ستكون إحدى العوامل المؤثرة جدا في العالم. ثم رقم خمسة، الانقسامات في أمريكا، الانقسامات في أمريكا السياسية، حتى لما انتخبوا أعضاء المتحدث باسم الكونغرس أمس البارح بس 14 مرة انتخابات، 14 مرة يديروا في انتخابات وما ينجحش مكارثي جمهوري، الجمهوريين أكثر صوتا هم اللي حيرشحوا سبيكر، اللي عنده أكبر عدد كراسي يرشحوا سبيكر منهم. الديمقراطيين كانوا المرة اللي فاتت كانت بس روزي ولا اسمها هي اللي رئيسة الكونغرس، والآن الجمهوريين أكثر عددا صوتوا لواحد منهم من الجمهوريين 14 مرة باش حصل 218 صوت. الانقسامات في أمريكا، أنا أقول مش في أمريكا بس، انقسامات في العالم كله، قضية الوايت سوبريمسي وقضية اليمين المتطرف، يعني موجة كبيرة جدا مؤثرة في العالم. بعدين النقطة الأخرى، نقاط الاشتعال، يقول المقال نقاط الاشتعال التي يجب مراقبتها أو متابعتها هي الهند والصين وتركيا واليونان، الهند والصين وتركيا واليونان. الصين عرفناها قوة اقتصادية رهيبة جدا مؤثرة في العالم، تركيا لا أدري ليش، واليونان هل قضية البحر المتوسط والتنقيب على الخام في مع ليبيا لا أدري، يعني هل هو الصراع بين تركيا واليونان، تمام. الهند أيضا لا أدري حقيقة ما هي، أنها هي بؤرة اشتعال الهند، ليش ما في بس الحاكم متاعها حاط في رأس المسلمين وسجي على رأسه بإذن الله سبحانه وتعالى. تغيير التحالفات النقطة الأخرى، تغيير التحالفات في العالم، أوروبا كذا، فرنسا متوسطة مع روسيا، روسيا مع شنو، تغيير التحالفات السريعة هذه إحدى النقاط المؤثرة في العالم. النقطة التاسعة، انتقام الإرهابيين في المقال، مع أن هذه راهي الإيكونومست حاجة أولا البزنس، لا إله إلا الله، إحدى الصحف العالمية جدا كاتبة انتقام السواح، هي تورست وتوريزم، قريبات الكلمتين، تورزم الإرهاب وتورست سياحة، فكاتبة انتقام السياحة. أنا متأكد أنهم غلطين، وإذا كانوا غلطين يعني شيء عجيب جدا، هذم عندهم محرر بعد محرر، ما تطلعش الكلمة ولا المقال إلا بعد تمحيص. إذن انتقام، أنا ساقه، هم قالوا انتقام السواح لكن أعتقد يقصدوا انتقام الإرهابيين. ثم النقطة الأخيرة، سنة جديدة، لغة جديدة ومصطلحات
جديدة. هذه هي العشر جوانب المؤثرة في العالم بما فيهم أيضا ليبيا. USAID نشر مقال يقول analyzing how Russia's war in Ukraine impacts the Libyan economy. كيف تؤثر الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الليبي؟ يقول المقال على هذه نشرات الـ USAID، على الرغم من أن ليبيا تبعد أكثر من 2700 كيلومتر، أنا حسبها تبعد أكثر، إلا أن الليبيين يشعرون يوميا بأثار هذه الحرب. ولفهم كيفية تأثير الأحداث في روسيا وأوكرانيا بشكل أفضل على الاقتصاد الليبي، تأثير هذه الحرب على الاقتصاد الليبي، تقوم الإدارة المالية العامة في ليبيا. لما تسمع كلمة الإدارة المالية العامة في ليبيا يخطر عليك إنها جهة ليبية، لكن هذه ليست جهة ليبية. الإدارة المالية العامة في ليبيا التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. والله فوجئتنا، وفوجئت أيضا من اللجنة الوطنية للملف الليبي، اللجنة الوطنية المصرية للملف الليبي، لما مقعمز مشري وعقيلة وفي وسطهم تمثال متاع توت عنخ آمون، ومعاه توت عنخ آمون آخر حي يدوي لهم، يشبح العقيلة كاهي كما ذكرنا الحلقة السابقة، يقول عقيلة يدوي كلمتين وهذا مصري، وبعدها يقولك يتلفت للمشري يعني والله العظيم فضحتونا أقسم بالله، أنت مش قادر تجتمع في بلادك وتجتمع بين مصر، زيدها بزايد مصر طرف الصراع وعندها مصالح لا أول لها ولا آخر، مش قادر تقعمل في ليبيا بتحل مشكلة ليبيا، يعني شيء غريب جدا. فاللجنة الوطنية المصرية للملف الليبي، وهذه شنو هو الإدارة المالية العامة في ليبيا والتابعة للوكالة الأمريكية التمويلية، تقوم بتحليلات هذه الوكالة شهرية لأسعار السلع الأساسية مثل واردات الحبوب والنفط. كما تتابع الوكالة الأمريكية للتنمية تأثير ضياع أو فقدان أو غياب واردات القمح والحبوب من كل من أوكرانيا وروسيا، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار في ليبيا إلى 30%، أعتقد ارتفعت لعند 70%. لما كان الدولار بتسعة جنيه الأسعار أقل من تو الدولار بخمسة وأربعة ونص. وأيضا الأخبار أن التجار والاعتمادات لما كان لما يأخذوا في الدولار بجنيه وثلاثين ولا جنيهين الله أعلم يعني، لكن في كل الحالتين حتى لو يأخذوه بخمسة يشروا فيه بخمسة مثلا أو بخمسة ونص، الأسعار الآن أغلى من لما كان الدولار بتسعة، وبالتالي على الدولة أن تحقق في هذا الموضوع، لأن الضحية في الأخير هو المواطن طبعا، هو الموظف المسكين اللي عنده خمسة ستة أطفال ويأخذ له في كم مبلغ ومش عارف، تخش ب 200 300 جنيه تطلع بشكيرتين ما فيهن شيء وكذا. هذه هي الدولة، الدولة مش ناقشة اشتركة قال صرح صدعتونا باجتماعاتكم ومؤتمراتكم ولا شيء ينعكس على الأرض. يعني من حق المواطن أن فعلا حتى وانتم مخلصين ووطنيين ومكم سرقين، لكن أنتم لم تدركوا حتى الآن أولويات الناس، أولويات الوطن. دائما نذكر فيها أجدادنا الأولين كيف انتزعوا ليبيا كليبيا كدولة، ما عدلوش انت بالمجتمع الدولي، ما عدلش انت بروسيا، ما عدلش انت بمصر، كانوا كلهم يبوارا مصر وروسيا وفرنسا، كل واحد يبي قطعة وإيطاليا هنا. شيابنا أجدادنا انتزعوها انتزاع، ركزوا شن يبي الليبيين شن يبي الوطن، وانتم ركزين لي شن يبي انضرمان هو شن يبي عبد الله اثيل وشن تبي مجلس الامن وشن يبي بريطانيا وشن يبي حوا قبقاب وشن يبي انضر شنو هو انهبلتوا ولا شنو شنو يبي المواطن، وستنجح وستنجح وستصلح الوطن، يعني هذا الشيء معادلة طبيعية يعني تمام. وبعدين مقع مجلي في وسط مقاعة أكبر عدو للثورة 17 فبراير في مصر وبتحل قضية ليبيا مما يرفع معدل. وبعدين مصر 24 ساعة، مصر 24 ساعة، والله الأمن الليبي على الأمن القومي المصري في ليبيا، معناها نقول الروسي عندك الحق، عندك الحق. حتى روسيا دارت نفس النغمة، قالت الأمن القومي الروسي مهدد من قبل أوكرانيا، معناها هذه النغمة كل دولة من حقها تقول، بكرة أمريكا تقول والله الأمن القومي الأمريكي مهدد من كندا وتهد على كندا مثلا، كيف يعني هالكلام الفاضي هذا.
والله الصهاينة الكيان الصهيوني الأمن القومي الإسرائيلي مهدد من غزة وتهد على غزة وهي محتلتهم وقتلتهم ومصرح هذا شو اسمه نتنياهو يقول إن لا إله إلا الله، يقول إن حرب الروسية على أوكرانيا ضد القانون الدولي، لكن احتلال إسرائيل ما شاء الله خلفها. The Tuareg Literature هذه موقع قنطرة نشر مقال جميل جدا على الطوارق في ليبيا. The Tuareg بعدين Literature Language and Culture، الطوارق الأدب مش الأدب السلوك، الأدب يعني الكتابات والأدب واللغة والثقافة. إحدى التقديرات تقول أن سكان الطوارق الذين موزعين بين ليبيا ومالي والنيجر وجزائر وبوركينا فاسو طوارق بحوالي 1,200,000 شخص، هذوم الطوارق اللي موزعين على هذه الدول. يقدر مجتمع الطوارق في ليبيا طوارق والذي يتميز ثقافيا عن الطوارق في بلدان أخرى من 60,000 إلى 250,000. طبعا ما يجيش الرينج هذا من 60 إلى 250، هلبة يعني. تقدر تقول من 150,000 إلى 250,000، من 200,000 إلى معقول، لكن من 60 إلى 250 هذا ما يصيرش الكلام، هذا مش رينج، هذا مش حد. الافتقار إلى سجلات واضحة يجعل من الصعب الحصول على أرقام دقيقة، وفي ذلك الطوارق يعتبر أقلية في ليبيا. هذه الكلمة لا أحبها أقسم بالله، الأمازيغ أقلية، الطوارق أقلية، ممكن عددا أقل، معلش أقل، لكن أقلية معناها كلمة خطيرة جدا هذه. يعني في الشعوب والأمم المتحدة وفي أروقة السياسة الأقل الأكراد أقلية، الطوارق أقلية. نحن شعب واحد، نحن نفتخر يعني قضية هذه، والله ما حبيت اللقطة تمام. أقلية ما نبوش اللفظ هذا بكر، وخاصة في الإسلام. يا أيها الناس إن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. هذا حتى اللي مش من شعبك مش من أرضك، نحن عائلة واحدة، أنت ليبي مسلم انتهى الموضوع، انتهى خلاص. كونك أمازيغي، كونك عربي، كونك تارجي تابو مش عارف انظر شنو، أنت ليبي خلاص. نحن إخوة وأحباب لبعضنا البعض، بل هو مصدر فخر ومصدر ثراء، ما هوش مصدر لا إله الله، مش مصدر فرقة. لما يكون عندك أمازيغي وعندك تارجي وعندك عربي وعندك إنسان من تبو وعندك شرقاوي وغرباوي ومنفزاني ولهجات مختلفة، لباس مختلفة، ثقافات مختلفة، يعني هذا ثراء، هذا ثراء وغناء، ولابد أن تنتهي هذه النغمة. وبعدين حاجة تانية، أنت عربي غصبا عنك، منكش لم شيء لم تختاره ولم تفكر فيه، أنت أمازيغي غصبا عنك، أنت من التبو غصبا عنك، أو تارجي أو شرقاوي أو غرباوي أو من قبيلة كذا من قبيلة كذا، أصلا أنت ما دريت فيها شيء. هذه قضية وجدت نفسك مصراتي، وجدت نفسك من العبيدات، وجدت نفسك برعس، وجدت نفسك غرباوي، وجدت نفسك عربي مزيغي، لا إرادة لك في هذا، لكن في فكرك وانتمائك لوطنك وأن نحن عائلة واحدة وأسرة واحدة، هذه أنت عندك فيها قرار، عندك فيها إرادة، نبني وطننا. أمريكا 52 ولاية، 50 ولاية، ما فيش لما يمشي من ولاية ولا من أوهايو يمشي لإلينوي معناها يقعد يفنصوا فيه، هذا من إلينوي يا جماعة، عادي بلاد جدا، ما ولا إشكالية على الإطلاق، بالعكس بالعكس يترأس ويشتغل ويقعد، ما عندهمش النغمة هذه، عندهم ثراء وعندهم أمريكا رقم واحد. يتعارك وانت أبيض، انت أسود، انت غني، انت فقير، انت من الشمال، انت من الجنوب، بالدوة هكي والهزة، لكن لما تأتي أمريكا نمبر ون. حتى نحن أمازيغ تبو توارق تبو شراقة غرابة ورفلة، مفروض كلمة ليبيا انتهت، لأن ليبيا هي الوطن، هي الحوش اللي ضمنا كنا. زد على ذلك أن هذا أمر من معتقداتنا، يعني ما فيش لأنك أنت أمازيغي تضطهدني ولا أنا عربي نضطهدك، والله كلام فاضي، إذا خلاص متتخلف عصور قديمة خاصة في هذا القرن. أشار إلي السيد المخرج الكريم وبالتالي كلمة أقلية مقالية محوها من كتبنا ومن مناهجنا ومن فضائياتنا ومن ما فيش قضية ليبي خلاص مسلم، انتهى الموضوع، انتهى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ البلاد ويحفظ العباد. أشار إلي السيد المخرج الكريم بانتهاء وقت الحلقة، نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى حديثنا عن وطننا ليبيا كما أوردته منابر العالمية في حلقتنا القادمة بإذن الله. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.